أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد مباشر من طيران التحالف تواصل التقدم باتجاه مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وسط انكسارات للميليشيا الحوثية وهروب جماعي لقادتها. وتمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على منطقة المرازيق شرقا، وهي أولى المناطق السكنية باتجاه مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد تحرير مناطق ومواقع عدة أهمها مطاو وقناو والسعراء وأبليق شرق الحزم، وهو ما يمهد للتقدم نحو معسكر اللبنات الاستراتيجي وبئر المرازيق. وكانت قوات الجيش أعلنت تحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي وإحكام السيطرة الكاملة عليه وتحرير مساحات واسعة تقدر بنحو 30 كيلو مترا ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها. وشنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت خلالها عربات عسكرية محملة بعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبل السعراء شرق الحزم، فيما تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة من أسر عناصر من الميليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة السعراء شرق مدينة الحزم. هنا في صحراء خب الشعب بمحافظة الجوف انتكست راية الميليشيا الإمامية وهذه مخلفاتها وآثارها. الرجل حضقنا 7/10/2020. وعلى وقع ضربات مدفعية الجيش الوطني تهاوت المدارس والمواقع والتحصينات العسكرية التي كانت تتحصن فيها فلول الميليشيا وعناصرها التي تقودها إلى محارق الموت والهلاك. وسط هذه الأجواء الفرحية المفعمة بالنصر المبين الذي أحرزه الأبطال البواسل وتمكنوا من تحرير مواقع استراتيجية أبرزها جبال قناو وجبال الهضبة العليا والسفلى وجعاس، وصولا إلى منطقة بير المرازيق شرق المحافظة. ما تحقق اليوم هو نصر لليمن إن شاء الله، وما حققناه بفضل الله، فضل الله بقوته ليس بحولنا ولا قوتنا، لكن بفضل الله وقوته الحمد لله. نحن الآن يعني حررنا مواقع كبيرة جدا جدا، نحن تعدينا يعني حررنا من قنا ومطاو الأسفل وهطان مطاو الأعلى وقناو الأسفل وقناو الأعلى وجعاس وبليق والسحلة والرجلة وفي قيسين. نحن الآن مطلين على هذه الهضبة، هذا جبل الهضبة موجود، هذا جبل الهضبة وهذا جبل صبرين وهذه جبال العقبة، عقبة الجوف المطلة على مدينة الحزم. فنحن قادمون مش للجوف بس، إن شاء الله قادمون لصنعاء، سنصل لصنعاء ومن صنعاء للحديدة وتعز وإب وكل محافظات اليمن إلى أحبابنا إلى أهلنا في كل المحافظات، نحن قادمين بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا تتحدث آثار هذه الأطقم العسكرية التابعة للميليشيا المتمردة عن حجم الخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيا الإمامية والتي تم استهدافها من قبل مدفعية الجيش الوطني بكل نجاح. تمكننا أن نوصل إلى هذا المكان ولا زال الزحف مستمر والمشي مستمر بفضل الله سبحانه وتعالى، وشكرا لله سبحانه وتعالى. ثم نقدم التحية والشكر للتحالف العربي لدعمه، بالخصوص للمملكة العربية السعودية وما تقدمه لنا من مساندة بالطيران والعتاد والإمداد الطيب، وبيض الله وجيههم وما قصروا. نحن نريد وطن محرر آمن هادئ جمهوري ديمقراطي دستوري لا شائبة فيه، يسعى اليمنيين جميعا، ليس نتقاتل على دين ولا على ملة ولا على مذهب. نحن مسلمين وملتنا الإسلام وديننا السنة وملتنا الإسلام وديننا محمد والله ربنا، ولا بد أن نبقى تحت راية لا إله إلا الله، ثم نتمسك بالشرعية الدستورية إلى ما كانت. وشكرا. في هذه المعركة البطولية التي سطرها أبطال الجيش الوطني وهم يمضون بكل عزم وثبات نحو المعركة الفاصلة، وهي تحرير كامل تراب اليمن وليس مدينة الحزم فحسب. وما هذه الانتصارات والملاحم البطولية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني إلا خير دليل على المضي قدما نحو العاصمة صنعاء لتحريرها من قبضة تلك الميليشيا الكهنوتية.
انتصارات وملاحم بطولية حققها أبطال الجيش الوطني هنا في مديرية خب وشعف، وأصبحوا الآن مطلين على مديرية الحزم عاصمة المحافظة. لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي من منطقة بير المرازيق شرق عاصمة محافظة الجو.